شهر مبارك، أكيد الكل ناطر حزورتنا لليوم. أنا عروسة المطاعم والسفر بالبيوت، وإذا ما كنت على الأصول اللي بياكلني بيموت. عملوني بعدة طرق وسموني كتير أسامي، بس الأكيد إني بكل حالاتي فخامة. خلونا نشوف سوا شو الهدايا ناطرتكم. ماسك ذهب 24 إيرات للعناية بالبشرة، تقدمة بيل دو باري. قسيمة تجميلية من رانيا عثمان بيوتي سنتر. قسيمة بقيمة 25,000 من مصبغة جلوب دراي كلينرز. هدية من منتجات خان الصابون بدر حسون. حجاب تقدمة محلات ديفا فاشن ستور. غذاء الملكة تقدمة فراس لالا. قسيمة تجميلية من عدلة بيوتي لونج. حجاب من محلات ليجان شيك. قسيمة تجميلية من سالون بوين فينال. مجموعة من المستلزمات للمطبخ تقدمة جانيتو. ساك مع أكسسوريز تقدمة السيدة لينا ميستو من محلات مرايتي. قسيمة تجميلية من صبايا سنتر. سحور لشخصين من مطعم أبو راغب. قسيمة تجميلية من سالون مارو. وأخيراً هدية من منتجات إلا سوب. نتمنى التوفيق للجميع. رمضان كريم. كل اللي بيعملوا شير لهيدا الفيديو واشتراك بقناة اليوتيوب رح يدخل اسمهم بالسحب، ولا تزيد فرصتكم بالربح. ما عليكم إلا تضيفوا أصحابكم على جروب المطبخ الترابلسي على الفيسبوك.